وشعبي. هي إلك أستاذ يوسف. بعدين شنو فيها؟ رهب بتعرف. وش فيها؟ خديجة تعالي أبيك. أول مرة أحس بنعمة إني كاتبة عشان أقدر أكتب لك اللي عمري ما كنت أقدر أقوله. يوسف ولد العز والمال، وريث عبد المحسن البحيتاني، وأكثر شخص صادق قابلته في حياتي كلها. رغم كل الظلم اللي عاشه للحين قادر يكون حنون على الناس. مجنونة أي بنت ترفض عرض أنها تتزوجك، مجنون البنت اللي تضيعك، لأني متأكدة أنها ما راح تلقى أحد مثلك. أنت فرصة تجينا في الأحلام بس، حتى في مسلسلاتي ما أكتبها عشانها أكبر من أن أصدقها. يمكن تكون الإنصاف اللي جاني بعد عذاب كبير، بس للأسف الإنصاف اللي يجي متأخر هو ظلم. قدام كل الصدق اللي شفته في عيونك وحسيته معك، ما أقدر أكذب عليك وأقول لك أني أحبك. حتى لو حسيت فيها، أنا أعرف نفسي زين، راح أخنق الحب هذا قبل لا يبدأ. قلبي مات يا يوسف، وأنا بيدي دفنته. أنا أجبن بكثير من أني أعطي نفسي فرصة ثانية. أعترف لك أني أخاف من الفشل. يمكن تطلع وفي، ما تخوني ولا توجعني، بس اللي أنا متأكدة منه أني معك راح أعيش في خوف، بخنقك وأخنق نفسي. ولأني أجبن من أني أناظر بعيونك وأقول لك لا، اخترت أني أكتبها لك. يمكن تستغرب لأني تركت لك الرسالة مع بنتك، بس أنا كنت أبيها تقراها قبلك، والصراحة ما أثق في أحد غيرها يوصلها لك وتخلي المكتوب هذا سر بيننا أو ذكرى حلوة. لا تحاول تدور علي لأني سافرت، بس أوعدك أني لو احتجت في يوم كتفي يسندني ما راح ألجأ لأحد غيرك.